يعني اليوم احنا اجواء جميله نعيشها في العاصمه الجزائريه، ومباراه اليوم بين القوه الجويه العراقي واتحاد العاصمه الجزائري، وانا فرحان بهذه المقابله الحلوه، والجمهور الجزائري اليوم دا يمتلئ الملعب، وجمهور حلو وجمهور يعني بيشجع تشجيع لطيف وجميل، ومشكورين على حسن الضيافه بالنسبه لاخواننا الجزائريين على هذا الاستقبال، والله يوفقهم وموفقين ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي نشوف الجزائر بعز وبسلام. المشجع الدولي مهدي الكرخي رئيس رابطه مشجعي المنتخب العراقي.